بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مشترك صادر القيادة المشتركة للجيش السوري وحرب الداخل والحراك الثوري المستقل حول المؤتمر المؤامرة المعقد في القاهرة في 2 تموز 2012. يا شعب سوريا العظيم، أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يا جماهير شعبنا الصامد التائر، إن القيادة المشتركة للجيش السوري وحرب الداخل ومكتب التنسيق والانضباط وكافة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات والكتائب والسرايا التابعة لها والحراك الثوري المستقل نعلن مقاطعتنا ورفضنا المشاركة في المؤتمر المؤامرة الذي يعقد بالقاهرة للمعارضة السورية، وذلك للأسباب التالية: أولا، أن المؤامرة المذكورة تأتي استمرارا كحلقة ثانية لمؤتمر بروكسل الأخير الذي عقد قبل مؤتمر جنيف والذي انطلقت أعماله بموجب أجندة روسية إيرانية بالتعاون مع نظام القتل والإرهاب وعقب المقررات الخطيرة لمؤتمر جنيف والتي تصب كلها في خانة انقاذ النظام والدخول في حوار معه وتشكيل حكومة مشتركة مع قتلة أطفالنا وأبنائنا من قبل الحكومة، حكومة الحرب التي أنشأها بشار الأسد. ثانيا، تنص وثائق مؤتمر القاهرة صراحة والذي ينعقد اليوم وغدا على إعطاء فرصة جديدة لكوفي عنان للمناورة من جديد لإقناع الأسد ببنود خطته السد والتي منها الحوار المساومة بين القاتل والضحية، وغاب عنهم أن آلاف الشهداء سقطوا منذ البدء بخطة عنان. ثالثا، أن مؤتمر القاهرة لا يتبنى مطار للثورة السورية المجيدة بل يرتب ويحتال عليها، ونحن نرفض أي اجتماعات أو مؤتمرات لا تتبنى مطالب الشعب السوري وثورته دون أي مواربة أو غموض أو احتيال والتفاف بل والمحارب، وبكل ما أوتينا من قوة وعزيمة بالله وثقة وثقة أهلنا وشعبنا دحر كل المشاريع والأجندات الخارجية الساعية لركوب الثورة ومحاولة إجهاضها وأوئدها وإنقاذ النظام. رابعا، نرفض رفضا قاطعا أي شكل بأشكال الحوار والتفاوض مع العصابة القاتلة المجرمة، ونتمسك بقوة الحق ودماء الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ بكل ما طالب به الشارع السوري المنتفض الثائر وشعار الشعب يريد إسقاط النظام. فالسوريون لم يدفعوا الآلاف من دماء الشهداء فقط مقابل تنحية الأسد من السلطة بل لإسقاط النظام برمته بكل أركانه ورموزه. خامسا، أن المؤامرة التي تعقد بالقاهرة تنص بشكل مريب على رفض التدخل العسكري الدولي لإنقاذ شعبنا وحمايته، بل وتتجاهل قضايا غاية في الأهمية منها مسألة فرض المناطق الآمنة المحمية من المجتمع الدولي والممرات الإنسانية والحظر الجوي وتسليح ودعم الجيش السوري الحرب الداخل، إلى جانب أن الهدف الأساسي للمؤامرة هو تعميق الهوة بين المجتمعين من أطياف المعارضة، ليقول القائمون على المؤتمر ومن يقف وراءه أن المعارضة ليست أهلا لتكون بديلا عن النظام الحاكم حاليا، وبالتالي تبديل رأس النظام فقط واستبعاد بعض رموزه أي اختصار الثورة السورية وكل تضحيات السوريين ومعاناتهم بإجراءات وإصلاحات شكلية لا تمس بنية النظام الإجرامية وتحافظ على هيمنة ونفوذ ومصالح روسيا وإيران في سوريا. سادسا، إلى جانب تهميش وتصغير دور وحجم القوى الثورية الفاعلة في الداخل، تعمد القائمون على المؤامرة إلى تقسيم الجيش السوري الحر في الداخل إلى عدة مصائد، بغي بث روح الفتة والتشرذم في صفوف العسكريين. ونحن نؤكد أننا تمكنا بفضل الوعي الوطني لدى الضباط والجنود المشرفين والقادة الثوريين من تشكيل 10 مجالس عسكرية في المدن والمحافظات، وستكون قريبا جدا المؤسسة الوطنية العسكرية البديلة عن جيش العصابة، وسيكون الجيش السوري الحر في الداخل عمال التغيير الوطني لبناء الجمهورية الثالثة في دولة مدنية ديمقراطية تعددية والضامن للوحدة الوطنية والترابية لسوريا. سابعا، من ضمن وثائق المؤتمر المؤامرة التي تعقد في القاهرة وثيقة غاية في الخطورة والشيطان يكمن في التفاصيل، سميت الوثيقة التآمرية زورا وبهتانا بوثيقة العهد الوطني، سيعمل من سوقها على توريط بعض القوى التي أتت بنوايا حسنة للمؤتمر بالتوقيع عليها، ونقول لهم أن الطريق إلى جهنم يمكن أن يفرش بنوايا حسنة. أخيرا، أننا نحذر كل من يشارك ويعمل بشكل علني أو سري في هذه المؤامرة بأننا لن نسكت أبدا على التلاعب بدماء الشهداء ولن نسمح لهم بالعبث،
بوحدتنا الوطنية والترابية، ولن نسمح لأي إن كان أن يفرض على سوريا وشعبها أجندة ورغبات إيران وروسيا وكل من صار في فلكهم. إن الحكم الجديد والمرحلة الانتقالية لسوريا سيقررها سوريون أنفسهم من قادة الثورة حقيقيون، ونقول لكم من يعبث بأمن ومصير ومستقبل السوريون من لا يرحم لا يرحم، وأن للثورة عيون في كل مكان. عاشت سوريا حرة أبية، وليسقط الظلم والطغيان وكل أشكال المؤامرة.